البيم، عشان نرسم البيم هحط شوية كولوم، عشان بس تكون الأحمال صحيحة والرسم صحيح. أقول له كولوم، وحط هنا الكولوم وهنسخه، أعمل سيلكت ليه، رايت كليك، واختار من موف دراج اكوبي من هنا لهنا، وبعد كده اعمل سيلكت على العنصرين دول، رايت كليك، دراج اكوبي من هنا لهنا، وادوس شيفت عشان يبقى رأسي او افقي معايا، واجي من البيم اروح معلم من العام صح هنا لحد هنا، ومثلا من هنا لهنا ومن هنا لهنا ومن هنا لهنا. ولو عايز ادخل في الخيارات بدوس على البي مرتين، وابدا اشوف هنا ده الارتفاع بتاعه مثلا 400، من مسافة من الارض لحد هنا هيبقى كام، وهيبقى موجود في انهي دور، جراوند ولا الفيرست ولا السكند، وده الشكل بتاعه. ولو عايز تغير البيم تخليه بالشكل دوت، وتبدأ هنا تختار الماتيريال بتاعته والشكل بتاعه، وبرضه من هنا تبدأ تختار الماتيريال زي ما انت عايز، ولا انت عايزه كده ولا عايزه يبقى مايل، ولو مايل بأنهي زاوية، وده هيبقى شكله ازاي في الفلور بلان والسكشن. وده الموديل لو عايز تشوف الجكشن اوردر، الهول لو في هول هتعمل سيت بتاعه قد ايه، البوزيشن تمام، اقول له اوكي. عايز اشوف المنظر ده في 3D، ممكن اعمل سيلكت كده على العناصر ديت تمام، وادوس F3 هيجيب لي الشكل كله. طيب لو دوست F5 هيجيب لي بس الجزء اللي انا عامل عليه سيلكت، انا كنت عامل على البيم والكولومز، فجاب لي الشكل بس اللي انا عامل عليه. كنترول تاب برجع للشكل اللي انا كنت عليه تمام، ادوس F3 او F5، ولو انا عايز ارجع لل2D بدوس F2.